اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو التعليمي اللي راح نتعلم من خلاله برنامج وورد خلال نصف ساعة فقط. طبعا في هذه المحاضرة راح نتعلم هذا البرنامج الرائع والعملاق بشكل مكثف واحترافي في نفس الوقت. ايضا راح نشرح بعض الامور المهمة اللي ممكن نحتاجها في استخداماتنا الشخصية والمهنية، وكذلك راح يكون في نهاية هذه المحاضرة راح نبين مجموعة من الواجبات، و طبعا هذه الواجبات يمكن تنفيذها من قبلكم حتى يتم منحكم شهادة مترجمة باللغة الإنجليزية ممكن تستفادون من عندها من خلال CV. طيب طبعا برنامج وورد بعد ما انفتحه راح تظهر عندي هذه الواجهة لمختلف النسخ، سواء كانت 2007 أو 10 أو 2013 16 19 وهكذا. طبعا الواجهة سهلة جدا وبسيطة، بإمكاننا أنه نتعلمها بكل سهولة. طبعا أول ما نفتح البرنامج عندنا هذه ورقة العمل واللي هي طبعا الجزء المهم في البرنامج. طبعا هنا بالأسفل عندنا هنا علامة الزائد والناقص، هذه الجزء يصغر لي الورقة عرضها ويكبر لي عرض الورقة. طيب الجزء المهم اللي بالبداية لازم نتعلمه بالصفحة الرئيسية، عندنا هنا هذا الجزء بهذه المنطقة، عندنا هنا اتجاه الورقة. ضروري جدا إذا احنا نريد نكتب نص انجليزي نختار اتجاه هذا من اليسار إلى اليمين، وإذا نريد نكتب نص عربي ضروري نختار هذا الاتجاه اللي هو من اليمين لليسار. ليش؟ إن شاء الله راح نتعلم لاحقا الفكرة من استخدام الاتجاه وشنو المشاكل اللي ممكن تحصل إذا استخدمنا اتجاه ورقة خطأ. طبعا بما أنه راح نكتب عربي فراح نختار الاتجاه اللي هو من اليمين. طيب في البداية راح نكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدأ بها الدورة. طبعا الكتابة تتم بشكل سهل من خلال الكيبورد. أيضا في حال لو ردنا نمسح، طبعا عملية المسح تتم من خلال خيارين، الخيار باك سبيس اللي راح تظهر صورته أمامكم على الشاشة، هذا هو الخيار باك سبيس يمسح، وأيضا ديليت يمسح، ولكن الفرق الباك سبيس تمسح من النهاية، يعني إذا أجي هنا بالنهاية واضغط باك سبيس راح امسح، اما اذا اريد امسح من البدايه فامسح من خلال الديليت، يعني اذا اخلي الماوس هنا بالنهايه اضغط باك سبيس امسح، اذا اريد امسح من البدايه اضغط باك سبيس ما يمسح، ليش؟ لان باك سبيس تمسح الى يعني الى الخلف من النهايه، اذا اريد امسح من البدايه امسح من خلال الديليت اللي راح تظهر صورتها امامكم ايضا. بعد ما كتبنا بسمله راح نعيد النص وراح نكتب مثلا عالم بهاء الاحترافي. طبعا هذا النص ما ممكن نجري له التعديلات والتنسيقات اذا ما نظلله. طيب كيف نظلل النص؟ طبعا نجي هنا من اليسار نحدد النص بهذه الطريقة، نحدد النص، طبعا نحدد كليك من اليسار ونبقى ضاغطين ونحدده بهذه الطريقة، ومن ثم توسيط او ممكن ننطيه الى اليمين محاذاة من خلال هذا الخيار بهذه الطريقة. ايضا عندنا بهذا الجزء هنا عندنا لون النص. طبعا وين ما نشاهد بالحاسوب هذا السهم بجانب كل خيار معناها انه اكو خيارات اضافيه، مثل ما نلاحظ هنا خيارات اضافيه، هنا عندنا خيارات اضافيه، هذا الجزء يعني لي خيارات اضافيه. طيب فاذا اجي هنا اضغط على هذه الخيارات الاضافيه راح تظهر لي مجموعه من الالوان، ممكن اختار اللون الاخضر او اللون الاحمر، اللون اللي انا اشوفه مناسب ممكن اختاره، مثلا راح اختار اللون الاحمر. طبعا عندنا هنا بهذه المنطقه عندنا هنا بولد اللي تسوي لي النص غامق، ايتاليك اللي تسوي لي النص مائل مثل ما نلاحظ، وهنا اندر لاين اللي تضيف لي خط، طبعا هذه تستخدم لي العناوين والامور المهمه بالنصوص. ممتاز. طبعا احنا هسه تعلمنا جزء مهم جدا وسهل جدا ايضا بالبرنامج. طيب بعد ما كتبنا النصوص ضروري كل شخص يكتب سورة من سور القرآن الكريم، سورة الحميد مثلا، سورة الإخلاص، التوحيد، اي سورة سهلة وبسيطة قصيرة يكتبها يطبعها بشكل كامل حتى تقويه بالطباعة، لأن السور القرآنية مكتوبة بحروف قوية وبلغة عربية سليمة، بالتالي ممكن راح تكون الطباعة سريعة وممكن تسهل عليه عملية الكتابة أو الطباعة. طيب بهذه الطريقة تعلمنا كيفية إضافة النصوص. طيب
كيف أنزل سطر جديد؟ أنا مثلاً بهذه المنطقة وردت أنزل سطر جديد، أضغط على Enter راح ينزل لي سطر. طيب السطر اللي نزل هنا بالمنتصف شلون أخليه ينزل إلى اليمين؟ عدي هنا بالأعلى هاي المحاذاة هذه راح تخلي لي المؤشر باليمين، وأكتب مثلاً منصة تعليمية تقدم دورات لبرامج الحاسوب. طيب طبعا هنا اذا الاحظ انه النص بولد لازم احدده، طبعا التظليل يا اما اضغط عليه دبل كليك راح يظلل، يا اما اجي اضغط هنا من اليسار كليك وابقى ضاغط على الكليك واسحب الى اليمين. عندي هنا بولد ممكن اتخلص من عند البولد اخليه نص عادي. طيب البولد دائما يكون للعناوين، ممكن اغير اللون اسويه اسود مثلا بهذه الطريقه. طيب لو اردت انزل سطر راح انزل سطر وراح اكتب أهم دورات الحاسوب التي تقدمها منصة عالم بهاء. طيب الآن أريد أجري تعداد، يعني أريد أعدد مجموعة من الدورات، يعني ما يصير أجي أكتب مثلا دورة إكسل دورة فوتوشوب، يعني الأفضل انه التعداد يكون بشكل تعداد رقمي. طيب شلون اسوي تعداد رقمي؟ عندي طريقتين. الطريقه الاولى اللي هي راح ابدي مثلا من هنا بهذه الطريقه، اجي هنا بالصفحه الرئيسيه بالاعلى راح احدد هذا التعداد او الترقيم، راح اضغط عليه هنا كليك، فقط اضغط كليك البرنامج راح ينشئ لي تعداد، وراح اكتب مثلا دورة فوتوشوب، بس انزل انتر اضغط على انتر من الكيبورد راح ينزل لي سطر وراح يضيف لي رقم دورة اكسل مثلا دورة مونتاج الفيديو دورة تصميم الشعارات وهكذا. طيب هاي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية اذا انا عندي نقاط كاملة هاي النقاط وحبيت اضيف لها يعني ترقيم، يعني انا الترقيم مو اريد ابدي من الصفر، انا عندي نقاط واريد ارقمها، شلون؟ طبعا ايضا بنفس الطريقه هنا بالاعلى راح نضغط على هذا الخيار اللي هو ترقيم، بعد ما انا مظلل النص راح يضيف لي ارقام. طيب اذا الاحظ انا عندي هنا صار مجموعه من الارقام، هنا عندي ارقام بالاعلى وهنا عندي ارقام بالاسفل، لو حبيت هاي الارقام اللي بالاسفل اربطها بالارقام اللي بالاعلى اضغط هنا كليك ايمن على اول جزء من الارقام اللي بالاسفل، اضغط عليه كليك ايمن واختار متابعه الترقيم. طيب عندنا 1 2 3، هسه ممكن واحد يقول انه اكو صار عندي فراغ، طيب الفراغ ممكن اتخلص من عده بهذه الطريقه من خلال باك سبيس. طيب شلون نتخلص من الفراغ؟ نجي الى هذا الفراغ نحدده وممكن نظلله بهذه الطريقه ونضغط على ديليت، ممكن نجي نحدده كليك ونصعد من خلال الامر باك سبيس راح يربط لي القائمتين. طيب هذا في النسبه للترقيم. اذا اريد التنقيط راح احدد هذه النصوص وبنفس الخيار هنا عدي التنقيط، هذا الجزء اختاره ممكن استخدمه بالتنقيط. طيب شنو الفرق بين الترقيم والتنقيط؟ في العادة انه التنقيط يستخدم للامور الفرعية، يعني مثلا عدي هنا امور رئيسية هاي الدورات راح ارقمها بهذه الطريقة من خلال انه اضغط على ترقيم، راح انزل انتر هذه الطريقة راح يضيف لي سطر جديد وبرقم، راح عدي هنا خيار بالأعلى، هذا الخيار مثل ما نلاحظ زيادة المسافة البادئة، راح أضغط عليه وهنا صار عدي أي، أنا ما أريد أي أريد ترقيم، أرجع أضغط مرة ثانية على النقطة. دورة أكسل عدي بها 3 مستويات، مستوى أساسي، أنزل إنتر، مستوى متقدم، مستوى احترافي. طيب هذا بالنسبه لدوره اكسل. عندي دوره فوتوشوب هنا دورتين مكررات اريد امسحهن، اضغط دبل كليك عليهم بحيث تحددن كلهن واضغط ديليت او باك سبيس. طيب هسه بنفس الطريقه اريد اضيف 3 مستويات لدوره فوتوشوب، شلون؟
راح انزل انتر راح يضيف لي شنو رقم، انا ما اريد رقم اريد فرع. طبعا حتى احول السطر من نقطه رئيسيه الى فرعيه اضغط على زياده المسافه البادئه، هذا الجزء اللي هو زياده المسافه البادئه. طيب واكتب هنا مستوى اساسي، مستوى متقدم، مستوى احترافي، ممكن دكتور فوتوشوب. بنفس الطريقة عندي دورة اكسل هنا مكررة احددها طبعا وباك سبيس. عندي هنا دورة مونتاج انزل انتر واحول من سطر الى نقطة فرعية واكتب مونتاج باستخدام دافنشي، برنامج دافنشي. مونتاج الفيديو باستخدام برنامج كامتازيا ستوديو او كامتازيا. طيب فقط هنا مونتاج باستخدام برنامج بهذه الطريقة. طيب الان هذه الامور كلها اريد اكبر حجمها. عندي هنا بالصفحة الرئيسية بهذه المنطقة عندي هنا قائمة للاحجام، مثلا عندي 11 او 14. طيب اذا انا رديت حجم 15 اجي اضغط هنا ما راح القى 15، فشنو راح اسوي؟ راح اجي اظلل هذا النص هذه الطريقة وراح يعني اكتب 15. طبعا اجي اكتب من الكيبورد بعد ما اظلل اكتب 15 ومن ثم انتر راح يصير الحجم 15. طيب طبعا بهذه الطريقة لو حبيت اصغر الورقة بهذا الشكل. طبعا الواجب الاول هو عمل هذا النص بهذه الطريقة. تكتب عالم بهاء الاحترافي، منصة تعليمية تقدم دورات برامج الحاسوب، وكذلك تكتب هاي الدورات بطريقة القائمة النقطية مع الرقمية بالطريقة الممزوجة مثل ما تعلمناها بهذه الطريقة. طبعا هذا هو الواجب الأول. طبعا تلتقط صورة للواجب بالموبايل وتحتفظ بها حتى ترسل جميع صور الواجبات حتى تحصل على الشهادة. طيب طبعا بعد ما تعلمنا على التنقيط والترقيم وتنسيقات النص راح نتعلم على جزء مهم جدا ببرنامج وورد اللي هو الإطار، إضافة الإطارات أو حدود الصفحة. الآن حتى أضيف حدود للصفحة، طبعا في برنامج 2010 أو 2007 نروح على صفحة تخطيط، يعني بالبرامج اللي هي برامج القديمة هنا راح يظهر عندنا خيار بهذه المنطقة حدود الصفحة. في البرامج اللي هي 2013 فما فوق عندنا قائمة جديدة اسمها قائمة تصميم وعندنا حدود الصفحة، نفس هذا الخيار نفسه هو كما هو نفسه. إذا عندنا برنامج 2007 راح نلقاه بقائمة تخطيط بهذه المنطقة، وإذا عندنا برنامج حديث 2013 فما فوق راح نلقاه بقائمة تصميم، نفس الخيار نفس القائمة كل هاي التفاصيل نفسها. طيب بعد ما نروح على تصميم نجي على حدود الصفحة بهذه الطريقة. عندنا هنا مجموعة من الأوامر، طبعا عندنا نوعين من الحدود أو الإطارات، النوع الأول اللي هو الحدود أو الإطارات الخطية، والنوع الثاني اللي هو الحدود أو الإطارات الصورية. طيب طبعا عندنا بهذه الطريقة هنا ننزل إلى الأسفل بهذا الشكل، عندنا مجموعة من الإطارات هنا بهذه القائمة. طبعا فقط ملاحظة انه هذا الزر هذا الخيار وين من شاهده بالحاسوب معناها انه اكو مجموعة من الخيارات مخفية لابد انه نظهرها، يا اما نضغط هنا كليكات على هذا الجزء راح تنزل او كليكات على هذا الجزء راح تعلى، او نحدد بهذا الشكل يعني نضغط تبقى ضغطين على هاي المسطرة ونرفعها. مثلا راح اختار انا هذا الاطار. طيب بعد ما اختاريت هذا الاطار عندي هنا مجموعة من الخيارات، عندي هنا الخيار الأول اللي هو اللون، مثل ما نلاحظ عندما أضغط على هذا الجزء القائمة راح يعطيني لون، راح يقول لي تريد يا لون للإطار، راح أختار مثلا الأحمر. عندي هنا العرض أو السمك، راح أختار مثلا الإطار بهذا الشكل اللي هو الإطار الأحمر النقطة 6 ومن ثم موافقة. لاحظ أنه راح يصير عندي إطار للصفحة، هذا الإطار اسمه إطار خطي، ليش؟ لأن عبارة عن خطوط تأطر لي الصفحة. طيب إذا أردت أتعامل ويا هذا الإطار أعدله أغير السمك بنفس الطريقة أروح على تصميم ومن ثم أروح على حدود الصفحة وبنفس الطريقة أختار ممكن اللون، ممكن أختار لون آخر، ممكن أختار هذا اللون
ممكن اختار سمك اقل 5 نقطة مثلا، ومن ثم موافق. طيب لو ردت الغي هذا الاطار، احذف الاطار من الصفحة بنفس الطريقة، من تصميم حدود الصفحة، عدي هنا على اليسار، عدي هنا على اليمين، عدي مكتوب بلا، بلا يعني معناها بلا اطار، فاجي اضغط على موافق راح يلغي لي الاطار. طيب هذا هو النوع الاول من الاطار اللي هو الاطارات الخطية. النوع الثاني اللي هو الاطارات الصورية. طيب شلون اضيف هذه الاطارات الصورية؟ اجي الى تصميم، ومن ثم اجي الى حدود الصفحة بنفس الطريقة، وطبعا قلنا مثل ما نوهنا اذا عندي اوفيس 2010 او 2007 راح القى هذا الخيار موجود بقائمة تخطيط وليس تصميم. طيب هنا هذا بالاعلى خاصة بالاطارات الخطية. هنا بالاسفل اذا الاحظ عندي مكتوب رسم صورة، رسم صورة يعني معناها انه نقدر نضيف اطار صوري. اجي اضغط على هذا الخيار، عندي هنا مجموعة من الاطارات، اذا اجي اضغط على هذا الاطار راح يضيف لي صورة، وهاي الصورة راح يكرر لي اياها على الصفحة مثل ما نلاحظ. موافق، ضاف لي اطار صوري. طبعا ايضا نقدر نتحكم بهذا الاطار من خلال نفس الخيار تخطيط الصفحة حدود الصفحة. عندنا هنا مجموعة من الإطارات ممكن نتعامل وياها بشكل جميل ولطيف. ممكن راح اختار مثلا هذا الإطار اللي هو إطار الوردة. طيب إذا لاحظ الإطار صغير جدا، شلون أكبره؟ من تصميم وحدود الصفحة، عندي هنا العرض، العرض المقصود به السمك، فأجي هنا ممكن أزيد. طبعا أقدر ممكن أزيد بالسمك هذه هي الطريقة، ممكن يصير 31 وأعتقد هو 31 أقصى شيء. ممتاز، بعدها موافق، راح يتم إضافة إطار صوري للصفحة. أيضا إذا أجي إلى حدود الصفحة ما أقدر أغير اللون، الإطارات الصورية هي مصممة بألوان معينة، ما ممكن تغيير ألوانها، يعني ما ممكن أغير لون الوردة من أحمر إلى أصفر أو أخضر، ما ممكن. فقط الإطارات النمطية أو الإطارات الخطية نقدر نغير اللون. واضح؟ طيب الان اريد الغي هاي النافذه بدون ان يعني اغير الاطار. طبعا اذا اضغط على موافق راح يتغير، يصير الاطار نمطي او خطي. اذا اضغط على الغاء الامر راح يبقى البرنامج محتفظ لي بهذا الاطار. طبعا فقط عندي ملاحظه هنا بالاعلى، لو حبيت انزل هذا النص كله انزله الى الاسفل، اخلي الماوس هنا كليك في بدايه النص واضغط هنا انتر هذه الطريقه، وابقى اضغط انتر مثلا مره او مرتين حتى انزل بالنص، وارجع اضغط هنا كليك بهذه المنطقه وراح اكتب اسمي. ضروري تكتب اسمك المتدرب مثلا بهاء عبد الستار. طبعا انت تكتب اسمك المتدرب فلان مثلا او المتدربه فلان وهكذا، ضروري تكتب اسمك وتكبر لي هذا النص. طبعا راح احدده وبالصفحه الرئيسيه اريد اشوفه انه يكون كبير بنفس حجم الورقة بهذه الطريقة مثلا، ممكن بهذا الشكل، واريد اللون يكون لون اسود بهذا الشكل. طيب الان عندي فراغ بهذه المنطقة، حتى اتخلص من هذا الفراغ راح اجي اضغط هنا كليك، وطبعا بالباك سبيس مثل ما تعلمنا راح اقدر اصعد، راح تصعد لي النص. عالم بها الاحترافي اريد حجمها يكون مثلا 40. طيب اذا ماكو 40 شلون؟ اجي اختار مثلا 48 واجي هنا اكتب 40 ومن ثم انتر من الكيبورد. طيب الان بهذه الطريقه راح اصغر العرض. الواجب الثاني هو يكون بهذا الشكل، كل متدرب يكتب لي اسمه الثلاثي مع اطار اي اطار نمطي او خطي بهذه الطريقه، واضافه هذا النص اللي تشوفوه امامكم، هذا النص هو نفسه يضاف، هذا هو الواجب الثاني. طبعا ايضا تلتقط صورة للواجب وتحتفظ به مع الواجب الاول، حتى بنهاية الدورة راح نبين انه كيف ترسل الواجبات، وحتى تحصل الشهادة خاصة ببرنامج وورد ممكن تستفاد من عندها بالسي في. طيب الان راح نشرح موضوع جديد ببرنامج وورد اللي هو الجداول. الجداول من الأمور المهمة جدا جدا في برنامج وورد وكثيرة الاستخدام، ودائما في المقابلات يسألون عن الجداول. طيب حتى أمسح هذا النص كله سهل جدا، يا أما أجي أحدده بالأسفل وأصعد إلى الأعلى، يعني أجي أحدد من الأسفل للأعلى بهذه الطريقة وأضغط على ديليت، يا أما أضغط على المفتاح كنترول مع المفتاح حرف A. طبعا كنترول من الكيبورد موجود باليسار، آخر زر باليسار كنترول،
واي من الكيبورد راح يضلل النص كله بشكل كامل واضغط على ديليت. طيب راح اتخلص من الاطار من خلال تصميم او تخطيط حسب النسخه ذا 2007 او 2010 من تخطيط، وذا 2013 فما فوق من تصميم. اجي على حدود الصفحه واختار بلا بهذه الطريقه. طيب راح ارجع الى قائمه الصفحه الرئيسيه، انتبه الى اتجاه الورقه. انا اريد اضيف جداول عربيه، لابد انه اختار الاتجاه اليمين، هذا اتجاه ورقه من اليمين الى اليسار. طيب حتى اضيف جداول اجي الى قائمه ادراج بهذا الشكل، اجي الى قائمه ادراج بهذه الطريقه، وطبعا نجي ننزل الى عندي هنا خيار اسمه جدول. هذا الخيار اللي هو سواء كان عربي اسمه جدول او بالانجليزي اسمه تيبل، نفس الطريقه نفس الايكون نفس الصوره، وطبعا قائمه ادراج اذا كان انجليزي اسمها انسيرت. طيب نجي هنا الى هذا الجزء، طبعا قلنا احنا هذا السهم وين ما نشوفه بالحاسوب معناها انه اكو خيارات اضافيه. اذا اجي اضغط على هذا الخيار، طيب عندي هنا مجموعه من المربعات، وعندي هنا ادراج جدول وعندي رسم جدول. طبعا هذه طريقه المربعات سهله ولكن ضروري جدا انه حاليا خلي نتركها، خلينا نجي الى ادراج جدول. طيب بعد ما نجي الى ادراج جدول هنا راح يطلب من عندي عدد الاعمده وعدد الصفوف. طيب شنو هي الاعمده وشنو هي الصفوف؟ راح اضيف جدول هسه بس حتى اشرح شنو هي الاعمده وشنو هي الصفوف. اجي اضغط على موافق. طيب اذا لاحظ انه هنا تم اضافه جدول، هذا الجدول يتكون من مجموعة من الأعمدة. الأعمدة هذه الخطوط العمودية، هذه الخطوط العمودية اللي هي تشبه العمود 1 2 3 4 5، فإذن هذا الجدول يتكون من 5 أعمدة. طيب كم صف الصفوف اللي هي هذه المربعات الأفقية؟ مثل ما نلاحظ هذا الصف الأول وهذا الصف الثاني. طيب يعني هذا كله، هذه المربعات كلهن يسموهن صف، فإذن هذا الصف الأول وهذا الصف الثاني. طيب إذا أنا أريد أضيف جدول يتكون من 6 صفوف و4 أعمدة، 6 صفوف و4 أعمدة. طيب أولا كيف أتخلص من هذا الجدول؟ أجي أضغط على هذه الزائد هنا اللي أشوفها بهذه المنطقة، هذه المنطقة أجي أضغط على هذا الزائد، أضغط عليها كليك أيسر أول مرة، ومن ثم اضغط كليك ايمن على الزائد، يعني اول مره ايسر بعدين ايمن، او بشكل مباشر اضغط ايمن. وعندي هنا خيار اللي هو حذف جدول، حذف جدول راح يحذف لي الجدول. طيب راح اضيف جدول جديد يتكون من 6 صفوف و4 أعمدة. طيب شلون؟ من خلال اروح على قائمه ادراج، ومن ثم جدول، ومن ثم ادراج جدول. طيب راح تظهر لي هذه القائمة، القائمة اللي تشوفوها أمامكم، فقط أصغر الشاشة حتى تشوفوها، راح تظهر بهذه الطريقة. هنا راح يطلب من عندي عدد الأعمدة، أنا قلت كم عمود أحتاج؟ 4، في أما هنا بهذا الخيار أجي أسوي 4، أو عادي بالكيبورد أضغط على باك سبيس أو ديليت، ومن ثم 4. عدد الصفوف طبعا ممكن أجي أظلله وأكتب 6، إحنا نريد 4 أعمدة و6 صفوف. طيب راح اجي اضغط على موافق، راح يضيف لي هذا الجدول اللي تشوفوه امامكم، يتكون من 4 أعمدة، هذا العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، والعمود الرابع. ايضا عندنا هذا الصف الاول، الصف الثاني، الصف الثالث، والصف الرابع والخامس والسادس. اذا الاحظ انه هذه الصفوف حجمها صغير جدا، طيب شلون اكبر هاي الصفوف؟ اقدر اكبرهم بشكل مفرد واحد واحد من خلال انه اخلي الماوس على الخط الخاص بالصف، راح يتحول الى شكل مثل الزائد. شوف نلاحظ الماوس بهذه الطريقه هسه، اذا اقربه على الصف راح يتحول بهذا الشكل. ابقى ضاغط كليك ايسر واسحب الى الاسفل. طبعا هذه الطريقه لتكبير حجم الصف. ايضا عندي تكبير حجم العمود، نقدر نتكبر حجم العمود ونصغره بهذه الطريقه بنفسها. اخلي الخط الماوس بجانب الخط واقدر اصغر العمود. طيب ايضا عندي طريقه لتكبير الصفوف بشكل كامل. عندي هنا مثل ما قلنا نوهنا هذه الزائد اللي بالاعلى، طبعا هاي ممكن نضغط عليها كليك ايمن، حذف جدول، نحذف الجدول. وطبعا اذا كان عندي جدول انجليزي ممكن تكون الزائد هنا بهذه المنطقه، يعني ممكن على اليمين وممكن على اليسار بنفس الطريقه، هي موجوده هاي نفسها. طيب
هنا أنا عندي نقطة، لا لاحظ نقطة هنا أنا أو مربع بيها الأسفل، أخلي الماوس عليه وأبقى ضاغط كليك أيسر وأسحب لي جوا، راح ألاحظ أنه حجم الصفوف راح تكبر. طيب ممكن أصغر هذا الصف بهذه الطريقة، أيضا ممكن هذا الصف أصغره بهذه الطريقة. عد جدول، راح أكتب هنا تسلسل، وراح أكتب هنا الدولة، وراح أكتب هنا العاصمة، ومثلا نظام الحكم. طيب إذا ألاحظ أنه النص صغير جدا، طيب شلون أكبر هذا النص؟ بنفس الطريقة أجي أظلل النص، ومن الصفحة الرئيسية ممكن أختار حجم، مثلا راح أختار حجم 18. بنفس الطريقة نقدر ننطيه توسيط حتى يكون متوسط بالخلية، أيضا ممكن ننطيه بولد. طيب أنا نسقت واحد، شلون أنسق البقية؟ بإمكاني أحدد كل النصوص وبنفس الطريقة أنطيهن حجم 18 بولد وأنطيهن توسيط، راح يتم التوسيط بشكل مباشر. طيب أريد أكبر حجم الورقة، أرجع إلى الزائد مثل ما تعلمنا سابقا. طبعا ممكن بهذه المسطرة أنزل لي أسفل الورقة وأصاعد لي أسفل الورقة. بالنسبة للترقيم راح أجي أكتب مثلا 1 2 3 مثلا 4 5. طيب بالنسبة لي الدولة العراق مثلا سوريا، الأردن مثلا، ومثلا قطر عمان. طيب هنا العراق العاصمة بغداد، نظام الحكم جمهوري، سوريا دمشق نظام الحكم جمهوري أيضا، الأردن عمان نظام الحكم ملكي، قطر الدوحة إمارة أو بين قوسين ملكية. طيب عمان مسقط سلطنة أو سلطان، طبعا هنا إمارة. جيد، الآن لو حبيت أعدل هذه كلها أطيها بنفس خط معين وأطيها ممكن لون معين، طيب أجي أضغط كليك وأظللها كأنما أظلل نص عادي. بنفس الطريقة ممكن أنطيها توسيط وممكن أختار حجم 18 بهذا الشكل. ألاحظ أنه صار عندنا جدول. طيب عندي هذا الجدول، ممكن أنطيه لون أحمر، طبعا أيضا أحدده العنوان هذا وأختار مثلا أحمر. طيب أيضا بإمكاني أنه أظلل هذا يعني هذه الحقول أنطيها لون آخر، طبعا دائما يعني يفضل أنه العنوان ننطيه يعني نوع لون آخر، فأجي أظللهن بهذه الطريقة. طبعا عندي هنا بالأعلى بالصفحة الرئيسية عندي هذا الأي هو ينطيني لون، ينطيني لون الخط. عندي هذه علامة تشي، علامة القلن التظليل، أضغط على هذا الخيار راح أقدر أختار لون للخلفية، خلفية الخلية. طيب شنو هي الخلية؟ هذا الجزء المربع يسمى خلية، فأجي أحدد هاي مجموعة الخلايا، ومن هذا الخيار ممكن أختار هذا اللون. طيب إذا لاحظ أنه أصبح عندنا هذا الجدول، جدول بسيط وسهل، قدرنا ننشئه بطريقة بسيطة من خلال طريقة إدراج الجدول. راح نضيف جدول آخر بشكل سريع يتكون من 4 صفوف و5 أعمدة. طيب نجي إلى إدراج جدول، ومن ثم نختار إدراج جدول. طيب احنا قلنا 5 صفوف، طبعا هذه 5 صفوف، 4 أعمدة، هذه 4 أعمدة، ومن ثم موافق. طيب الآن هذا الجدول أريد أحذفه، شلون أحذفه؟ قبل لا نحذفه نقدر طبعا نكبر حجمه بهذه الطريقة، وطبعا حذفه من خلال هنا كليك أيمن ونختار حذف جدول. الواجب الثالث هو إنشاء جدول مشابه لهذا الجدول، وطبعا كتابة هذه المعلومات بداخل الجدول، وطبعا حجم الخط 18، وطبعا هذا صف العنوان أول صف اللون أحمر والتعبئة باللون الأصفر.
طبعا ايضا هذا الواجب بعد عمله يتم التقاط صورة له والاحتفاظ به مع الواجب الاول والثاني لغرض التقييم ومنح الشهادة. طيب راح نشرح موضوع ايضا مهم، راح نحذف هذا الجدول، ايضا موضوع مهم كثير الاستخدام اللي هو ادراج صورة. كيف ندرج صورة للبرنامج؟ من خلال نروح على قائمة ادراج، وطبعا من ثم نجي نختار صورة، نختار اي صورة، مثلا هذه الصورة. طيب هذه الصورة عندنا بها مقابض مثل ما نلاحظ هنا بالأعلى والأسفل، هذه المقابض ممكن نخلي الماوس ونضغط على هذا المقبض نقدر نصغر الصورة. طيب أقدر أصغر الصورة من خلال هذه المقابض. طيب عندما أحرك الصورة ما ممكن أن أحركها ببرنامج وورد، شلون أحركها؟ راح أضغط عليها كليك أيمن ومن التفاف النص أمام النص. طيب راح أقدر أحرك هذه الصورة بشكل مباشر، راح أخليها بهذه المنطقة. طيب راح اجي هنا اكتب بالاعلى المتدرب بهاء عبد الستار جبار. بنفس الطريقه تكتب المتدرب، انت تكتب اسمك وطبعا بلون احمر بولد، وراح اختار حجم خط مثلا 36 او 48 بهذه الطريقه. وطبعا هنا راح تضيف لي صوره، وطبعا تلتقط صوره بالموبايل لهذا الواجب، راح يكون هذا هو الواجب الرابع. طبعا هذه الواجبات تجمعها كلها وترسلها على شكل صور الى بوت التليجرام اللي راح نرفق لكم رابطه اللي ظاهر امامكم بالشاشه حتى نقيم الواجبات ونمنحكم الشهاده. طبعا هذه الامور هي اهم واشهر الامور لبرنامج وورد، اذا ضبطتها اني اضمن لك انه انت راح تقدر تتعلم البرنامج وتحترفه بشكل جيد. ان شاء الله تكون هذه المحاضره سهله، نلتقيكم في محاضره اخرى ممكن نشرح بها برنامج اخر بإذنه تعالى.